الأهلي مختلف، طبعا مختلف، ولولا أنه استثناء ما صنع كل هذا التاريخ، لولا أنه استثناء ما أصبح قلعة للأوفياء. الأهلي مختلف في كل شيء، في الإدارة، في النجوم، في القيم الحاكمة، في العمل. الأهلي مختلف، لذلك أصبح نافذة للأمل. هنا في مصر، في الطرقات المزدحمة، وفي وقفة العشاق على الكورنيش، ولقاء السمار حول أغنية لأم كلثوم أو عبد الحليم. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وحتى في التفاف التلاميذ حول طاولة الدرس لن يخلو الحديث من الكرة، فالكرة في مصر صنف على الطاولة من أصناف الطعام، ومشروب أثير كعصير البرتقال والرمان، وهي في أولويات العروس وطلبات الزفاف، هي من أدوات العامل وفأس أخرى في يد فلاح. الكرة في مصر نافذة على الأفراح، في مصر عشرات الأندية، منها من ينافس ومن يكابد، من يهبط ومن يعود، لكن الأهلي مختلف. الأهلي في مصر هو الكبير، هو الأثير، يستحوذ وحده على نسبة كبيرة من الجماهير، والسبب ليس فقط في مجرد انتصار، السبب الأهم إنه في مقدمة الكبار، السبب ليس في مجرد بطولة أو كأس، وإنما في إنه ناد روض المستحيل واليأس منذ أكثر من 100 عام، وهو ينسج تفاصيل قصة أسطورية كتبها بالعرق وبالكفاح، وكتبها بإبداع النجوم، فأصبح خريطة أخرى يمتد فيها اللون الأحمر في ربوع مصر من أسوان إلى السلوم. الأهلي في مصر وفي أفريقيا كلها مختلف، لأنه مع مر السنين تحول إلى كيان لا تؤثر فيه مباراة ولا أن يرحل لاعب أو مدرب أو الاثنان. الأهلي كرة القدم وكل اللعبات الأخرى التي تسيدت المشهد أيضا في تناغم مبهر غطى المسابقات باللون الأحمر. الأهلي أساطير تكتب تاريخه عبر السنين منذ الإنجليزي ميشيل أنس، مرورا بعزيز عزة باشا وعبد الخالق باشا ثروت وجعفر والي باشا وأحمد فؤاد أنور وأحمد حسنين باشا وأحمد عبود باشا وصلاح الدين الدسوقي وعبد المحسن كامل مرتجي وإبراهيم الوكيل ومحمد عبد صالح الوحش وصالح سليم وحسن حمدي ومحمود طاهر، وصولا إلى أسطورته الخالدة ورئيسه الحالي محمود الخطيب. أسماء لأعلام، أسماء لرجال ناديهم بهم يختال، جعلوه قلعة للأبطال. لماذا الأهلي مختلف؟ السؤال هو الإجابة، لأنه منذ البداية راهن على ذلك، على أن يكون استثناء، أن يصبح أسطورة مصرية ليس أبداً كالبقية. جرب أن تقترب من تجربة الأهلي، أن تقرأ عنه، فتش عنه أكثر في القلوب وفي التاريخ، ستجده أكبر كثيرا مما قد ترى. الأهلي مؤسسة كبرى، أضخم من أسوار وأعمق من قرار. الأهلي دولة الكرة في مصر وفي أفريقيا، يسبق البقية بسنوات ضوئية،
كل فرد فيه يعرف ما له وما عليه، كل فريق لديه نصف معادلة النجاح. إنه الأهلي. الأهلي ليس مجرد نادي يلعب فيه 11 لاعبا في الكرة أو نجم في لعبة فردية. الأهلي منظومة وإرث من العمل والجدية والانضباط. الأهلي لديه أهم شيء يمتلكه الأبطال، القيم والمبادئ. لديه دستور هو في الرياضة أشبه بالنور. القلعة الحمراء باتت غير قابلة للمد والجزر. يحدث ما يحدث، تفوز أو تصيبها كبوة، لا يهم، الأهلي يمضي. والمد الأحمر بات خانة في شهادات الميلاد وموعداً، وإن غاب لا يأتي إلا بالأعياد. الأهلي مختلف. أتريد أن تعرف حقاً لماذا؟ راقب طفلاً يزهو بعلم أحمر على وجهه، يقطع موعداً مع الأب في مقعد دافئ في التلت شمال. راقب الشوارع في كل أيام الأهلي، كل الخلافات مؤجلة، كل الغضب، ربما كل الأحزان. الأهلي كفيل بأن يغير كل الألوان. الأهلي في مصر هو العنوان.